السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين وصحه جيده. بالنسبه للناس الجداد اللي دخلوا القناه ديالي، نقدم لكم راسي. انا استاذه تعليم ابتدائي فوج 2017. كنت دفعت من التعليم وتقبلت من المره الاولى، سي بوغ سا كنت عملت هذه القناه باش بارطاجيت ليكسبيريونس ديالي، كيفاش بريباريت التعليم، شنو راجعت بالضبط. والحمد لله جاوني ردود افعال تري بوزيتيف، الحمد لله بفضل الله بزاف نجحوا في التعليم. يعني كنت كنحاول انني نسهل عليهم بالفيديوهات شنو يبريباريو بالضبط، يعني بلا ما يكون واحد المجهود اللي كبير وفي مدة وجيزة. سي بوغ سا منتكم هذا الفيديو هذا. بالنسبة للناس اللي يلاه غيبداو يرجعوا للتعليم، اللي تلفانين ما عارفينش باش يبداو، عملت لكم هذا الفيديو اللي غيكون قصير، غير غننظم لكم فيه الافكار ديالكم شنو خاصكم تبداو بالضبط. خاصو ديجا يكون عندكم واحد تويتر سجلوا فيه بعدا، يعني اهم النقاط اللي خاصكم تبداو بها باش ميقرب ان شاء الله او متقرب مباراة التعليم يكون يعني كل شيء عندكم موجد. بداو درجعوا غير الامتحانات اللي دازوا الى اخره. سي بوغ سا خليكم معايا حتى الاخر، غيفيدكم هذا الفيديو بزاف. واول حاجه خصكم تعرفوها هو ان في مباراه الابتدائيه خصكم درجعوا جميع المكونات: اللغه العربيه، فرنسيه، رياضيات، علوم، وطبعا علوم التربيه والديداكتيك الى اخره. نبداو دابا باللغه العربيه واللغه الفرنسيه. بالنسبه لنا ماده اللغه الفرنسيه، كنت ديجا درت واحد الفيديو في القناه ديالي فيه جميع يعني دروس اللغه الفرنسيه اللي كيطيحوا في مباراه التعليم الابتدائي. انا غنخلي لكم في صندوق الوصف، كتبوا ديك الدروس في الدسره ديالكم وكل نهار راجعوا درس. داكشي ساهل، ماشي شي حاجه صعيبه. الا فهمتوا غير داكشي راه كافي جدا انكم تجاوبوا مزيان في اللغه الفرنسيه. بالنسبه للغه العربيه، فوالا انا نزلت لكم هنايا اهم الدروس اللي كيطيحوا في مباراه التعليم بالنسبه لماده اللغه العربيه. مفعول مطلق، مفعول لاجله، الحال الى اخره. هادوم كتبوهم في الدفتر ديالكم باش غير تنظموا الافكار ديالكم وتبداو المراجعه. دابا هضرنا على اللغه الفرنسيه، ها باش غتبداو اللغه العربيه، ها شنو خاصكم تراجعوا. دابا ندوزوا لماده الرياضيات. فوالا هادو الدروس اللي كيطيحوا في الامتحانات، حاولوا انكم تسجلوهم. حاجه واحده بغيت نضيفها، كنت ديجا هضرت عليها في الفيديوهات السابقه ديالي، هو ان في الرياضيات حاولوا انكم تركزوا على دروس الهندسه: الحجم، المساحه، المستطيل، المكعب، المربع، متوازي الاضلاع، المسطوانه القائمه، يعني الموشور القائم الى اخره. يعني حاولوا تركزوا على هادشي هذا. ثاني حاجه القسمه، الضرب، يعني الجمع والطرح بالاحتفاظ، حاولوا طبعا تكونوا ضابطين هادشي. بالنسبه للمسائل اوسيركزوا على هادشي بزاف، كيكونوا كيطيحوا يعني في الامتحان مسائل الرياضيات، ما كتكونش شي حاجه صعيبه، غير خاصكم تكون عندكم المنهجيه الصحيحه باش تجاوبوا على هاد المسائل. هادشي ديجا كنت نزلته في القناه، يعني ان شاء الله ملي توصلوا لهاد لافاز انكم صافي تبداو بريباريو الدروس غتجبروا هادشي القناه ديالي ان شاء الله. حاجه واحده بغيت نطمنكم بها هو ان ما يمكنش شي واحد يكون عنده مع المواد كاملين، ما يمكنش شي واحد غتجبروه يجاوب على كلشي بارفيتمون، هادي ما كايناش. وديجا كنت درت على هادشي هذا، انا كنت جاوبت على الفرنسيه واللغه العربيه فقط، الرياضيات والعلوم ما كنت جاوبت مزيان، والحمد لله نجحت. وهادشي يقدروا ياكدوا لكم الناس اللي دازوا هاد ليكسبيريونس، ما يمكنش يكونوا جاوبوا في كلشي مزيان عليها. حاولوا انكم تركزوا غير على يعني المواد اللي نتوما قادرين تعطوا فيهم بزاف او كتشوفوا النقاط القوه ديالكم هي ديك الماده، ركزوا عليها مزيان. واخرين او المواد الاخرى حاولوا انكم غير تضبطوا شويه شويه من الحاجه، وان شاء الله ما يكون غير الخير. بالنسبه لمكون العلوم، فوالا هذه لائحه الدروس اللي كتكرر في الامتحانات، حاولوا دراسوا غير هادشي فقط. ركزوا على درس الكهرباء، التولد عند الانسان، الحيوان، وصافي سجلوا هاد الدروس عندكم. ودابا غتكونوا ساليتوا مع مكون اللغه العربيه، العلوم، الرياضيات واللغه الفرنسيه. في اللغه العربيه كاين بزاف المكونات، كاين التراكيب، كاين الصرف والتحويل، املاء، انشاء، التعبير الكتابي، التواصل الشفوي الى اخره. ولكن الحاجه اللي كطيح ديما او الاغلبيه في الاغلبيه الامتحانات هو التراكيب او الصرف والتحويل. بالحق تسجلوا في الورقه اللي كتكتبوا فيها او الدفتر اللي كتكتبوا فيه غير التراكيب واما الصرف والتحويل، اختاروا اللي بغيتوا. غتقولوا لي كيفاش راه كاين التراكيب جوج ديالها بوحدها والصرف والتحويل كذلك. نقول لكم الجملة اللي كنعاودها في الفيديو ديالي كاملة، والمصحح اللي كيصحح لكم امتحان عارفكم بلي ما عندكمش ديجا شي اكسبيريونس كبيرة او ديجا كنتو اساتذة، عارفكم ديجا جبرتو الدبلوم ديالكم وجيتو تدفعو التعليم، يعني ما كينتظروش منكم انكم تجاوبو لهم بواحد الطريقة اللي هي مثالية او كلشي صحيح. خاصهم يعرفوكم غير بلي عندكم واحد القدرة انكم تكونوا اساتذة يعني ناجحين في المستقبل.
هادشي اللي كاين. دونك انا ماشي محتاج انني نراجع كلشي او نكون ضابط كلشي باش ننجح في التعليم، هادشي خصنا نكون متفقين عليه. اللي بغيت نقول لكم هو جوج التراكيب او الصرف والتحويل راجعوا وحده فيهم وطبقوها على يعني مثلا راجعتوا التراكيب بس وجودها غتطبقوا على الصرف والتحويل، كيتبدل غير العنوان ضد الدرس والعكس صحيح. اذا غتسجلوا وحده فيهم صافي. اما بالنسبه للاملاء الانشاء يعني التواصل الشفوي او التعبير الكتابي الى اخره خليو لك شي من بعد، سجلوا غير وحده فيهم من هاد التراكيب او الصرف واحد التحويل، اختاروا اللي بغيتوا فيهم وسجلوها. بالنسبه للغه الفرنسيه اوسي كاين بزاف المكونات، كاين غرامير اورتوغراف كونجيغيزون اكسبرسيون اكريت كاين ديكتا الى اخره اكتيفيتي اورال اوسي. المهم بالنسبه للغه الفرنسيه لا ميم شوز، اختار وحده فيهم، عندك الغرامير كونجيغيزون اورتوغراف اختار وحده فيهم وراجعه، وهاد ديك الوحده غتطبقها عليهم ثلاثه بهم، راه الامور سهله ما تعقدوش الامور. انا كنقول لكم عن تجربه يعني ما جيش نقول لكم شي حاجه اللي انا متاكده شي منها واللي انا ما دوشت شي منها. راجعت وحده طبقتها على داك اللي طاحوا لي كاملين، والناس اللي كنعرفهم ونجحوا في مباراه التعليم راه عادلو نفس الشيء، حيت الشيء اللي بغيتي تراجع داك الشيء هذا كامل راه تما غتبقى غتغرق. اذا سالينا بهاد المكونات، يبقى لكم ديك ليكسبرسيون اورال او اكتيفيتي اورال حتى هي سجلوها عندكم، تقدر مثلا طيح حتى هي خليوها حتى من بعد تكونوا ضبطتوا مثلا ديك الجوده هاد الغرامير ولا كونجيغيزون ولا اورتوغراف، ساعتك دوزوا لاكتيفيتي اورال. سالينا من الفرنسي ندوزوا دابا الرياضيات. بالنسبه للرياضيات ماشي شي حاجه صعيبه سهله، عندكم غير كتكون جداده خاصه يعني بالجبر يعني العمليات اللي كيكونوا مثلا القسمه الضرب الطرح، المهم شي حاجه عندها علاقه بالحساب هكا، او كتكون جداده بالهندسه كيكون مثلا مساحه جانبيه او شي حاجه بحال هاد الدروس بحال هيدا. وعندنا اوسي جداده المساله، بجودة هذه المسألة ديجا تطرقت ليها في القناة ديالي، كاين فيديو خاص في القناة على هذه المسألة كيفاش تخيطيو لا فيش بيداغوجيك ديالها. بالنسبة يعني جودة الجبر أو الهندسة سجلوها عندكم باش درجوا عن بعد، أنا غنحاول نعمل شي جودة على هادشي، هذا ساهل غير دابا تصور أفكار ديالكم. إذا قلت كاين تسد أنواع الجودات في الرياضيات سجلوهم باش ندوزو المكون الآخر اللي هو العلوم. بالنسبة للعلوم ما كاينش شي حاجة صعيبة، اختاروا أي درس بغيتو، دخلوا الانترنت اختاروا أي درس. بالنسبة طبعا تشوفوا الدروس ديال المستوى الابتدائي، اختاروا أغلبية كيكون ديك المستوى السادس مستوى الخامس الرابع بحال هاد المستويات هادو، اختاروا أي درس بغيتو شوفوا الجودة كيفاش كتكون وغطبقوا على الدروس ديالكم كاملين. حاجه اخرى باش ما نساهاش هي بالنسبه للغه الفرنسيه واللغه العربيه، سجلوا عندكم اوسي جدادات لا ليكتور بالنسبه للغه الفرنسيه، القراءه بالنسبه للغه العربيه كيعطيوكم مثلا عندكم مستوى باغ اكزومبل 4ام ولا 5ام اني دو بريمير، عندهم هاد لو تيكست لا بوليسيون التلوث، قدموا واحد لا فيش بيداغوجيك لهذا المستوى هذا صافي. نتوما كتكونوا ديجا راجعتوا جدد هاد لا ليكتور كيفاش كتقدم صافي كتسجلوا كتنزلوها عندكم. بالنسبه للقراءه كذلك يعطوكم شي نص مثلا على الصداقه او اي نص، نتوما خاصكم تعدلوا جدد هاد القراءه كتكونوا ديجا عارفين الجدادات كيفاش كيتعدلوا هاد القراءه ولا ليكتور كيطيحوا بزاف، سجلوا عندكم. بالنسبه النقطة الثالثة اللي بغيت نتكلم فيها هي مكون الاستماع والتحدث باللغة العربية، أنا هو داخل مع الجدادات ولكن أنا بغيت نتكلم فيه بوحدو بويسك هذا المكون هذا باقي جديد ماشي بزاف باش بدا يتقرا، كاين غير في المستوى الأول والثاني والثالث يعني ملي كتقراش في الرابع والخامس والسادس، وهذا الشيء غيسهل عليكم شوية. باقي عقل هذا المكون هذا في العام اللي فات كنت ديجا صافي ساليت معهم البريباراسيون في ماشين، وفي الدقيقة 90 تفكرت قلت ماذا راه في طيحوا لهم هذا الاستماع والتحدث، واخا زعما شي حاجة جديدة إلى آخره، ولكن بالفعل نزلت لهم كونت فيديو شرحت لهم هكا أون جينيرال شحال كيكونوا في هاد الحصص كيفاش كتقدم الجدالة ديالو، المهم بسطت لهم ديك الشيء إلى أقصى حد، وديك الشيء اللي كان جبرو ديك نفس الجدالة جبروها كانوا في الامتحان ملي كان راجعة الحمد لله يعني جاوب مزيان، وكاين تشمت شاف الفيديو ديالي وكلشي ولكن قال لا محال واش يطيح، وانا الشيطان ما كانش يجاوب عليها، ولكن المهم هذا الخطا يعني ما نحاولوا نتفاداوه في هذا العام هذا.
هذا الاستماع والتحدث او بمصطلح اخر قلنا هو الحكايه، ماشي شي حاجه صعيبه. هذا الفيديو ديجا كاين في القناه ديالي، كنشرح لكم كتبوا لي الاستماع والتحدث غيطلع لكم في القناه ديالي، كنهضر عليه اون ديتاي شحال الحصص كيكون فيه، كيفاش كتبريزونط يعني الحصه ديالو وكل شيء. ركزوا او سجلوا عندكم جداده الاستماع والتحدث. النقطه الرابعه اللي كنتطرق ليها هي علوم التربيه. بالنسبه للعام اللي فات كنخليهم حتى اخر لحظه ونزلوهم في اعلان الامتحان باللي علوم التربيه لي كيسيون ديالها ما غيكونوش في الكتابي، غيكونوا حتى الشفوي. سي بوغ سا هاد العام ما عرفتهمش ما يعدلوا معكم، واش نتوما لا ميم شوز غيخليوه لكم حتى الشفوي ولا غير رجعوها في الكتابي؟ خليوها حتى اخر يعني خليوها حتى لاخر ديك علوم التربيه عاد راجعوها. ركزوا لي دابا غير على هذا الشيء اللي هضرت عليه في هذا الفيديو، يعني المكونات هذاك اللي راجعتهم راه هادشي اللي هادشي اللي ينجحكم. حاجه اخرى ديك الديداكتيك نسمو هذا المصطلح هو كل ما يخص الجدادات، زائد كيكونوا دي كيسيون بحال وضعيات مشكله في جميع المكونات. داكشي ساهل الصراحه، واخا ما تكونش مراجع راه اذا كان عندك غير شويه الباجاج يعني في راسك من هادشي حتى شويه على التعليم راه تعرف تجاوب. انا هادشي هذا يعني ما كنتش راجعته مره وجاني اسهل حاجه، وجو بونس هادشي يعني اللي كان الحمد لله عزز لي النقطه ديالي باش دوزت في الامتحان دوزت في المباراه. مثلا في اللغه الفرنسيه كيعطيكم ان بيتي تيكست هكا، مثلا كيقول لك هذا المستوى الثالث، كيقول لك شنو هما لي ديفيكولتي ا فوتر افي اللي واجههم يعني لي زلف باش يفهموا كوريكتومون هاد لو تيكست. كاين بزاف ما يتقال على هاد هادشي هذا، ان مثلا ساهل يعني ما تحتاج انك تكون ضابط شي حاجه باينه ان مثلا شنو هما الصعوبات اللي غيجبروا العيال الثالث. مثلا كاين ديمو ديفيسيل او مثلا نص شويه طويل عليهم، او مثلا كاين دي فراز اللي هما طوالين باش يفهموهم هاد المتعلمين. المهم كاين بزاف ما يتقال في هاد الديداكتيك وسهل، ما تسرونوش راسكم بهم. كملوا بعد جدادات راجعوا شويه ديك الدروس ومن بعد اجيو راجعوا هاد الشيء ديداكتيك، راه كاين في القناه ديالي. وان شاء الله بوركو با نعمل لكم دوطخ فيديو على هاد الديداكتيك. نتمنى يكون هاد الفيديو فاتكم، ولا غير شويه حاولوا انكم تنظموا وقتكم وان شاء الله ما يكون غير خير، ماشي شي حاجه صعيبه. انا ما خداليش الوقت بزاف باش كنت راجعت مباراه التعليم، يعني ما ترونوش راسكم. وحاجه اخرى انا كيف ما قلت لكم ما تخليوش حتى اخر لحظه وتكبر عليكم الشغل. بحال انا ديجا كانت عندي اون بيتي اكسبيريونس في اون ايكول بريفي، دونك كنت عارفه كيفاش كيتقدم الدرس، كيفاش كيتعدلوا شويه لي فيش بيداغوجيك، ولكن كنعرف طبعا ناس اللي ما كانت عندهم حتى اكسبيريونس والحمد لله نجحوا. كيف ما قلت لكم ما تخليوش انا اخر لحظه وتجمعوا عليكم الشغل بزاف، يعني ساعات كترونوا ما حيتكم انكم تراجعوا لي زيكزام اللي فاتوا، ما حيتكم انكم تراجعوا الجدادات. حاولوا تزولوا عليكم اللي قدرتوا. بالنسبه للامتحان كيكون جو بونس في شهر 10 اذا ما كذبت. المهم باقي لكم شويه الوقت الى عرفتوا انكم تنظموه، وان شاء الله ما يكون غير خير. الله يوفقكم. فوالا هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، نتمنى يكون فاتكم ورتب لكم افكار ديالكم باش غتبداو في لا بريباراسيون. ولا بغيتو شي فيديو اخر يعاونكم في لا بريباراسيون ديالكم بوكو با قولوا لي في لي كومونتير وانا ان شاء الله نعدلو لكم. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم لي فيديوهات اخرين اللي ماجين ان شاء الله. فوالا الله يعاونكم، اي بون كواج.